أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 13/8/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية لدينا اليوم خلال الفترة الأمريكية خبر مطالبات البطالة، حيث من المتوقع أن تصدر الأرقام عند 1,100,000 طلب مقابل 1.2 مليون في الرقم السابق. أما من الناحية التقنية نلاحظ التداولات الإيجابية خلال الفترة الآسيوية على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ووصوله إلى منطقة 30-83 حاليا في حال كسر مستوى 31، فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستويات 31-40. تداولات أقل من مستوى 30-80 تعطي نظرة تصحيحية لحركة الأسعار للعودة إلى مستويات 30-39، ولكن في حال كسر مستوى 30-24 فإن ذلك يلغي النظرة الإيجابية ويحول النظرة إلى نظرة سلبية للوصول بالأسعار إلى مستوى 29-80، وفي حال كسر مستوى 29-66 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستوى 29-20. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.